ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هادشي مؤثر، شوفوا شنو لقاو مع المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال. من بين الفيديوهات التي أثارت إعجاب النشطاء ذلك الذي وثقه جامع المساعدات، حيث وثقوا فيديو من أقاليمنا الجنوبية وبلغة حسانية، وقد أكد من خلالهم موثق الفيديو أنه وجد من بين المساعدات سيدة وقد تصدقت بأساور من ذهب وحلي من أجل إخوتهم المنكوبين في مشهد تقشعر له الأبدان، ويظهر بالملموس سخاء وتضافر ساكنة الأقاليم الجنوبية مع إخوتهم المتضررين. وجدير بالذكر أن قافلات الأقاليم الجنوبية كانت من بين أكبر قوافل المساعدات في المغرب، حيث أن قافلة واحدة انطلقت من مدينة داخلة وضمت العشرات من الشاحنات الكبيرة محملة بالمساعدات لساكنة الدواوير المتضررة جراء الزلزال المدمر. سبحان الله إخواني المشاهدين، شو هاي النوع من المساهمة متطوعة، ما نعرف شكون مشات لنا حسوتها وديارها يوقي، بارك الله فيك. هذا هو الحس اللي نبغه. سبحان الله، شوف شوف امرأة مشات لنا مساهمة لباسها وني وديارها مشات، شفت سبحان الله العظيم، بارك الله فيك. والله رنا ما نعرفوها ولا تعرفنا، ولكن هذا بعد شيء جميل وشي رائع، تبارك الله.